مسابقة السدود. سد مروي بقدرة 1250 ميجاوات، أكبر محطات توليد الطاقة الكهربائية في السودان. تعلية سد الروسيرس بقدرة 280 ميجاوات. والمشروع الحلم منذ ستينيات القرن الماضي، سد أعالي عطبرة وستيت بقدرة 320 ميجاوات. ومشروع مياه القضارف الذي طال انتظاره. 1755 كيلومتراً من خطوط نقل الكهرباء، والتي ربطت ولايات الشمالية، نهر النيل، البحر الأحمر بالشبكة القومية، ولأول مرة أدخلت خطوط بجهد 500 كيلو فولت. مسابقة السدود. السؤال الثالث والعشرون. اهتمت حكومة السودان بالمشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مما جعل مشروعات السدود في مقدمة الاهتمامات. اذكر خمسة من فوائد قيام السدود في السودان. السؤال الثالث والعشرون. اهتمت حكومة السودان بالمشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مما جعل مشروعات السدود في مقدمة الاهتمامات. اذكر خمسة من فوائد قيام السدود في السودان. جوائز المسابقة: الجائزة الأولى 15,000 جنيه، الجوائز من الثانية وحتى الخامسة 10,000 جنيه، الجوائز من السادسة وحتى العاشرة 5,000 جنيه. تسلم الإجابات مجتمعة بنهاية شهر شوال باستقبال وحدة تنفيذ سدود الخرطوم شارع النيل. للمزيد من المعلومات مراجعة موقعنا على الإنترنت diu.gov.sd. أمنيتنا لكم بالتوفيق.